النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاوتو انكودرز، وده اركتكتشر من الاركتكتشرز المختلفه للنيورال نتورك. بسرعه كده هنراجع احنا خدنا ايه المره اللي فاتت. المره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها اس او ام او السيلف اورجانيزنج مابس، والنهارده ان شاء الله هنكمل في الاوتو انكودرز او توبيك جديد، تمام، او موديل بشكل مختلف. ما فيش شير يا دكتور. تمام كده، ماشي. تمام. مراجعة سريعة، خدناها المرة اللي فاتت اتكلمنا على السيلف اورجانيزنج مابس، وعرفنا ان ده عبارة عن سبيشال كلاس اوف ارتفيشال نيورال نتورك، تمام، بيتكون من لاير واحدة بس اللي هي الاوتبوت لاير، تمام، عندي الانبوت مباشرة متوصل بالاوتبوت، تمام. وعرفنا فيه ان الاوتبوت نيورونز دي اللي موجودة في الاوتبوت لاير بتكون مترتبة في structure معين، غالبا بيكون 1D او 2D. وعرفنا ان هو بيتم كومبيتيشن ما بين النيورونز دول عشان يطلع واحد في الاخر فيهم هو الايه، هو الويننج نيورون، تمام. وعرفنا ان دي بسمي التعليم ده بسميه كومباتيتيف ليرنينج، تمام، ان هو وان اوتبوت نيورون بس هو اللي بيوين، تمام، بسميه الويننج نيورون او الوينر تيكس اول. وعرفنا ان التعليم ده بيتم على ثلاث مراحل اللي هي الكومبيتيشن والكوبريشن، تمام، وبعدين الويت ادابتيشن. ان اول حاجه كان بيحصل كومبيتيشن ما بين الاوتبوت نيورونز، بيشوف منهم فيهم اقرب قيمه الويت بتاعه، الكونكشن اللي هو ما بينه وبين الاوتبوت اقرب قيمه للانبوت، تمام، ده هيكون الويننج نيورون. وبالتالي دي اول خطوه كنت بقيس الخطوه دي عن طريق ايه، الستيب دي كنت بقيسها عن طريق ايه، يعني مين اللي كان بيكسب المسافة الأقصر، اللي عنده مسافة أقصر عم بحسبها كده. بالظبط، هو اكتر شبها اللي هو الماكسيمم فاليو، تمام، كنت بقيسها عن طريق الانر برودكت، او ان هو اعلى انر برودكت او اقل مثلا اكلودنج ديستنس، هو ده كان الويننج نيورون. الخطوه اللي بعديها كان بيحدد النيبرز بتوعه مين جيرانه، وقلنا انسب خطوه او انسب فانكشن اقدر استخدمها ان هي تحدد لي الجيران ويكون فيها اتنين فيتشرز، اول فيتشر ان هي تكون سيمتريك في كل الجهات، تاني فيتشر ان هي تقل القيمه بتاعتها كل ما ابعد عن الايه، عن السنتر نيورون، تمام، ودي كانت جاوسيان فانكشن، تمام. قلنا فكره السيلف اورجانيزنج مابس كانت جايه اصلا من الفيتشرز اللي موجوده في الهيومن برين، انه متقسم مناطق، يعني ممكن نقول توبولوجيكالي اوردرد كومبيتيشنال مابس، تمام، زي ما احنا شايفين كده كل منطقه مسؤوله عن ايه، عن حاجه معينه او حاسه معينه. وبالتالي النيورونز بتدخل لي مش مترتبه، وفي الخارج بتاعي هيبقى حاجه زي بليس كودد probability ديستريبيوشن. وقعدنا خدنا مثال المره اللي فاتت ان الطلبه في اول مثلا الترم بيكونوا مش عارفين بعض، مثلا يبداوا متوزعين بشكل عشوائي، وبعدين واحده واحده بتلاقي مثلا الشاطر حواليه ناس شاطره وهكذا، يعني تمام، وبالتالي فالديستريبيوشن بتاع الناس بيختلف مع الليرنينج، يعني اكن من نهايه الترم عن اول، عن بدايه الترم. وقلنا ثلاث مراحل اللي بتشتغل فيهم السيلف اورجانيزنج مابس، الكومبيتيشن والكوبريشن والساينابتيك ادابتيشن، تمام، وعرفنا كل مرحله ايه اللي بيتم فيها. ده كده ملخص المحاضره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاوتو انكودرز، وده برضو اركتكتشر مختلف من الاركتكتشرز بتاعه النيورال نتورك، وليه استخدام برضو مختلف. بشكل عام كده انا عندي في اي نيورال نتورك في ثلاثه بيزك بوينتس، اول حاجه الاركتكتشر بتاعها، تاني حاجه الاكتيفيتي رول، ثالث حاجه الليرنينج رول، فاهم يعني هي مترتبه ازاي، ازاي بتستجيب للاكتيفيشن، وازاي بتتعلم. وخدنا يعني لو احنا ماشيين كده من اول الترم، اول حاجه اتكلمنا على البرسبترون، وبعدين اخدنا بعديه المالتي لاير، وبعدين اخدنا بعديه السي ان ان، وبعدين اخدنا بعديه الاس او ام،
ايه اللي مختلف في كل واحد من دول؟ الاركيشر بتاعه والاكتيفيتي رول والليرنينج رول. تمام، ده كان بيتكون من سنجل نيورون، ده بيتكون من لايرز، يعني في هيدن لاير تمام ظهرت معايا، بقى في نيورونز اكتر تمام في السنجل لاير، وبعد كده مالتي لاير بقى في لايرز اكتر، وبعدين في الاس سي ان ان ظهر معايا حاجه اسمها كونفوليوشن اوبريتور، وبعدين في الاس او ام بقى عندي لاير واحده بس اوتبوت مترتبه في 1 دي او 2 دي تمام. فالاركشر بيختلف، والاكتيفيتي رول ازاي بيستجيب للاكتيفيشن، والليرنينج رول ازاي بيتعلم. اخذنا البرسبتور كونفرجنس الجوريزم، وبعدين اخذنا الباك بروباجيشن، وبعدين اخذنا في الاس او ام ان هو بواحد بس اللي بيكون ويننج نيورون، وبعد كده بيشوف النيبر هود بتوعه، وبعدين بيبدا يستخدم السينابتيك ادابتيشن عشان يعدل الويتس بتاعته. تمام، ودي اشكال مختلفه لاشكال النيورال نتوركس. عندي السنجل برسبترون، عندي هنا المالتي لاير، وعندي هنا حاجه اسمها هوب فيلد. تمام، يعني اركشر مختلف حسب ما خدناهوش لحد دلوقتي. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم في اركشر جديد ما خدناهوش قبل كده. يعني احنا خدنا البرسبترون، واخدنا المالتي لاير، واخدنا السي ان ان، واخدنا الاس او ام، والنهارده ان شاء الله هاخد الاوتو انكودر. الاوتو انكودر عباره عن ايه؟ عباره عن انسوبرفايزد ليرنينج تكنيك. هنلاحظ ان احنا خدناه قبل كده كان ايه؟ كان سوبرفايزد ولا انسوبرفايزد ولا رينفورسمنت ليرنينج؟ حد عارف؟ اكيد عارفين يعني. سوبرفايزد كان كله سوبرفايزد بالظبط، سواء في السي ان ان كنت بعمل كلاسيفيكيشن، سواء في مالتي لاير لما كنت بحلل لوجيك جيتس مثلا تمام، سواء في برسبترون، فكان كله انا عارف الاوتبوت المفروض يبقى ايه عشان احسب منه الايرور وبالتالي ارجع اعدل الويتس. تمام، اما هنا ده يعتبر اول موديل بنستخدمه عشان unsupervised learning. ايه اللي بيتم فيه؟ ان انا بحاول اعمل حاجه اسمها او representation learning، ان انا استخدمه في الدايمنشناليتي ريدكشن. يعني ايه دايمنشناليتي ريدكشن؟ انا عندي الانبوت سبيس فيه داتا كتيره، عارفين مثلا، عارفين حاجه زي الكومبريشن، الضغط مثلا، لما اجي اضغط مثلا ايمج او اضغط فايل، ايه اللي بيحصل لما اخد مثلا ايمج مثلا بي ام بي وحولها مثلا لجي بيج او جي بي جي مثلا تمام، كومبرس ذا فورم مثلا، ايه اللي بيحصل؟ انت لما يجي لك سيجنال وعايز تضغطها بتعمل ايه؟ اقلل البيتس او البكسلز. يعني طب هتقلل مين؟ المهم ولا اللي مش ليه لازمه؟ اللي ملوش لازمه. بالظبط، فانا بحاول ان انا اعرف الديسكريمنت فيتشرز او الفيتشرز المميزه تمام، والفيتشرز الثانيه دي اللي هي مش لها لازمه او مش مؤثره بشكل كبير معايا ممكن اتخلص منها، بحيث ان انا احتفظ بالكور نفسه تمام، وفي نفس الوقت قللت الدايمنشناليتي تمام. فبستخدم في حاجه بستخدم في الفانكشن دي حاجه زي الاوتو انكودر. فالاوتو انكودر عباره عن انسوبرفايزد ليرنينج، ما عنديش الليبرز بتاع الداتا اللي عندي تمام، بستخدم معاها حاجه اسمها ريبريزنتيشن ليرنينج، بتعلم التمثيل بتاع الداتا. هناك كنا في الاس او ام مسمينه ايه؟ هنا كومبتيتيف ليرنينج، التعليم التنافسي، ان الاوتبوت نيورونز بتنافس مع بعضيها عشان واحد بس يكسب. هنا ريبريزنتيشنال ليرنينج تمام، ان انا بتعلم تمثيل الانبوت سبيس اللي عندي ماشي. فبستخدمه في الدايمنشن ريدكشن. هو نوع من انواع النيورال نتورك، الانبوت هو نفس الاوتبوت. غريبه دي صح؟ يعني الانبوت هو نفس الاوتبوت، يعني بيتكون من جزئين، الانكودر والديكودر، حاجه زي كده. عندي انبوت لاير، وعندي هيدن لاير او هيدن لايرز، وعندي اوتبوت لاير. نلاحظ حاجه، الانبوت لاير عدد نيورونز فيها هو نفسه اللي موجود في الاوتبوت لاير تمام، والهيدن لاير بيكون عدد النيورونز فيه اقل من الانبوت والاوتبوت. فايه اللي بيحصل؟ ان انا الجزء ده بسميه انكودر، والجزء ده بسميه ديكودر، والانبوت هو نفس الاوتبوت. تفتكروا ايه اللي بيحصل في السيناريو ده؟ ان انا باخد الانبوت بحوله لريديوسد دايمنشن سبيس، يعني سبيس اقل، وبعدين باخد بسميه ليتنت سبيس، باخد الريبريزنتيشن الجديد ده اللي هو الدايمنشناليتي بتاعته اقل، بحاول ارجعه تاني لنفس الانبوت اللي كان عندي.
فهنا ايه اللي حصل؟ ان انا اتعلمت representation دايمنشنتي بتاعتها اقل من الانبوت، تمام، وبالتالي فانا كده قدرت اعمل دايمنشنتي ريدكشن. دي الفكره بتاعتها. طيب نكمل في توضيح اكتر. فالفكره بتاعتها بتعتمد ان انا بترانسليت الانبوت في كومبرست ليتنت سبيس، بسمي ده ليتنت سبيس، تمام، وبحاول ان انا اريكونستراكت الاوتبوت من الليتنت الكومبرست ريبريزنتيشن دي او من الليتنت سبيس ده. طب الاوتبوت بتاعي المفروض يبقى ايه؟ هو نفس الانبوت، يعني اكني عندي صوره بضغطها وبحاول ان انا ارجعها تاني زي ما كانت، فاكيد اول مره مش ترجع زي ما كانت. طيب بعيد التعليم تاني فاطلع صوره اقرب شويه، اعيد تعليم تالت اطلع صوره اقرب شويه، لحد لما اوصل لدرجه ان تقريبا الاوتبوت هو نفس الانبوت. طب ايه اللي حصل ساعتها؟ ان انا استفدت ان انا عندي اتعلمت latent space او compressed representation للانبوت اللي عندي، فاهم؟ بدل ما كنت امثل image مثلا في dimension high dimension، قدرت ان انا امثلها في low dimension واخد low dimension دي، تمام، مع الديكودر يقدر يرجعها لي تاني high dimension، فاهمين؟ اكني كده طبقت، يعني عارفين جبت مثلا قميص ولا حاجه طبقته، فقدرت ان انا ايه يعني اخد القميص ده اتنقل بيه من اماكن مختلفه في حجم صغير، تمام، وفي نفس الوقت انا اعرف ازاي ان انا افك تطبيقه القميص عشان ارجعه لحجمه الاساسي تاني. هي دي الفكره. فعشان كده انا بستخدم الاوتو انكودر عشان اريبريديوس الانبوت، تمام، من ليتنت كومبرست ريبريزنتيشن. ماشي. طيب هنتوضح برضو مع الوقت. عندي نوع خاص من انواع الاوتو انكودرز ده بسميه الكونفوليوشنال اوتو انكودر. طبعا طالما ظهر معايا الكونفوليوشنال فانا عارف ان هو بيتعامل مع ايه، مع الايمجز، مع الصور. فبدخل له صوره بحولها ليتنت سبيس الدايمنشن بتاعته اقل من الانبوت، وبحاول بالديكودر ان انا ريبيلد الاوتبوت اللي هو المفروض يكون نفس الانبوت من الليتنت ريبريزنتيشن، فاهم؟ فتاني ملخص اللي احنا قلناه، ان الاوتو انكودر هو نوع من انواع النيورال نتوركس، تمام، unsupervised learning. يعني انا عندي انبوت بس ما عنديش ليبل ليه، وبالتالي فهو unsupervised. ايه فكرته ان الانبوت والاوتبوت عندي نفسهم، يعني المفروض هنا الانبوت هو نفسه الاوتبوت، تمام. طب إيه انا بستفيد ايه لما الانبوت هو نفس الاوتبوت؟ بستفيد ان انا بتعلم representation الدايمنشناليتي بتاعتها اقل، وبالتالي لو انا اتعلمت قدرت اتعلم الكومبرست ريبريزنتيشن دي، فانا قدرت بدل ما اشيل دي معايا، لا انا هشيل دي بس. طب انا عايز ارجعها تاني استخدم الديكودر، نفس فكره زي ما قلت لكم القميص اللي متطبق، بدل ما اشيله بحجم القميص الكامل واتنقل بيه، طبعا الموضوع بيبقى صعب، فانا هطبقه بطريقه معينه واتنقل بيه بحجمه الصغير، بس الاهم حاجه ان انا اعرف ارجعه تاني ان انا افك التطبيق اللي انا كنت عاملها، تمام. وقلنا ليه في نوع خاص من انواع الاوتو انكودرز دي بسميه convolutional اوتو انكودر، لان ده بيتعامل مع الصور، بدخل له صوره بتعلم الريبريزنتيشن بتاعها، وبعدين بقدر اطلعها تاني عن طريق الديكودر. فهو بيتكون من جزئين، جزء انكودر بيريديوس دايمنشناليتي، تمام، وجزء ديكودر بيحاول يرجع تاني الانبوت الرئيسي بتاعه من خلال الليتنت ريبريزنتيشن اللي اتعلمها هنا. يعني اتعلم ازاي يقدر يماب الكومبرست ريبريزنتيشن دي لايه؟ ان هو يرجع للاوريجينال دايمنشناليتي، تمام. ده نفس الكلام، ان الانبوت ايمج بتتحول لكومبرست ليتنت سبيس، بس انا هنا بستخدم ايه؟ عشان ان انا في الكونفوليوشنال اوتو انكودر احولها لكومبرست ليتنت سبيس، طبعا بستخدم الكونفيوشن لايرز بتاعتنا اللي احنا استخدمناها في CNN فولد باي داون سامبلينج، ان انا عمال اصغر الايمج دي، بدل ما كانت مثلا 100% عملت لها كونفوليوشن وبعدين عديت على داون سامبلينج فصغرتها، بقت مثلا وليكن 50 في 50. نفس الكلام عديت على كونفوليوشن وصغرتها بقت 25 في 25. نفس الكلام عديت على كونفوليوشن وصغرتها بقت مثلا وليكن 12 في 12 مثلا، يعني تمام. ففي الاخر الصوره كانت عندي 100% يعني 10,000 بكسل، وليكن البكسل في 1 بايت، يبقى انا عندي 10,000 بايت، تمام، فتحولت مثلا وليكن
ال 12 في 12 يعني 144 ايه بايت. فتخيل انا نقلت من 10000 بايت ل 144 بايت. طب انا اكيد طبعا استفدت ان انا ضغطت الصوره اللي كانت حجمها كبير دي في الدايمنشنات العاليه دي لصوره اقل، بس مش دي المشكله، او يعني مش دي جزء كويس اتعلمته. بس الفكره ان انا التمثيل ده اقدر منه فعلا ان انا ارجع الاوريجينال ايمج بالاوريجينال دايمنشناليتي، يعني ما يكونش اي تمثيل، ما انا ممكن اشيل اي جزء من الصوره اعمل لها كروبنج مثلا او اعمل لها ضغط بس اضيع المعلومات الاساسيه من الصوره دي. لا، المهم ان انا استيل احتفظ على الديسكريمنت فيتشرز بتاعت الصوره دي، المميزات الاساسيه اللي موجوده في الصوره دي، المعلومات الرئيسيه اللي موجوده في الصوره دي، فاهم؟ ما اكونش اتنازلت عن جزء رئيسي من الداتا الاساسيه، فاهم؟ طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان انا بتعلم النتورك. النتورك بتاخد الصوره بتقلل الدايمنشناليتي وبعدين بترجعها تاني. طب اللي رجع ده هل هو شبه الدخل ولا لا مش شبهه، ولا في ايرور قد ايه؟ ده اللي هيخليني كل مره اتعلم. طول ما الفرق كبير ما بين الاوتبوت اللي هو المفروض يكون نفس الانبوت او قريب منه بشكل كبير، كل ما فرق كبير انا عمال اعدل واتعلم، اعدل واتعلم، اعدل واتعلم، لحد ما اوصل في الاخر ان انا almost ان الاوتبوت بتاعي هو نفس الانبوت، وبالتالي فالريبريزنتيشن اللي عملتها دي ريبريزنتيشن يعني كويسه ان انا اقدر استخدمها بعد كده، او هي محتفظه فعلا بالايه بالديسكريمنت فيتشرز، تمام؟ بس فاحنا هنا قلنا ان الانبوت ايمج دي بتتحول لكومبرسد ليتنت سبيس باستخدام الكونفوليوشن فولود باي داون سامبلنج. الاوتبوت ايمج بيحصل لها ريكونستراكشن منين؟ من الكومبرسد ريبريزنتيشن. طبعا بستخدم العمليات العكسيه، بحاول ان انا استخدم دي كونفوليوشنال واب سامبلنج، بكبرها بالاب سامبلنج. هنا كان كونفوليوشن وداون سامبلنج، هنا دي كونفوليوشن واب سامبلنج، تمام؟ بس وبالتالي فالانكودر بيتعلم ان هو يكومباكت ريبريزنتيشن فيتشرز ان هو يضغطها، وفي نفس الوقت الديكودر بيتعلم ان هو ريكونستراكت الاوريجينال ايمج من الايه من كومبرست ريبريزنتيشن، حاجه زي كده. انا عندي ليتنت ده الانبوت سبيس او الانبوت ايمج، تمام؟ طبعا بعديها على شويه عمليات كونفوليوشن فولود باي داون سامبلنج لحد ما تصغر للمساحه اللي انا عايزها او الدايمنشن اللي انا عايزها. بسمي الريبريزنتيشن دي الليتنت سبيس ريبريزنتيشن، اللي هي المفروض الدايمنشن بتاعتها قليله. طيب الناحيه الثانيه بحاول بالديكودر اعمل ايه؟ الريبيلد او ريكونستراكت الاوريجينال ايمج اللي المفروض تطلع هنا هي نفسها اللي كانت هنا، تمام؟ باستخدام الديكونفوليوشن والاب سامبلنج، فاهمين؟ فالعمليه اللي بتحصل في الانكودر هي العكس العمليه اللي بتحصل في الديكودر. الغرض منهم ايه؟ هما الاثنين ان انا بحاول اضغط، بس انا عايز اتاكد ان الضغط ده هو ده احسن حاجه، او ده الضغط ده محتفظ بالديسكريمنت فيتشرز. فبعمل ايه؟ بقوم مرجعه لاصله تاني واشوفه فعلا رجع ولا ما رجعش. لو هو ما رجعش يبقى الكلام اللي هنا ده اي كلام، ده مش مناسب اصلا، ما اتعلمش حاجه. اما لو رجع نفسه او قريب منه جدا يبقى انا فعلا قدرت ان انا اتعلم latent space بشكل كبير، وبالتالي قدرت ان انا الخص المعلومه اللي هنا في الحجم ده، تمام؟ طبعا الكلام ده ممكن يحصل امتى وممكن ما يحصلش امتى؟ لو الداتا او الفيتشرز الموجوده هنا دي اندبندنت عن بعضيها، تمام؟ يعني ما لهاش اي علاقه ببعضيها، بالتالي انا مش هعرف اتعلم ستراكشر معين في الداتا، وبالتالي دي تبقى فيري ديفيكالت تاسك، تمام؟ التاسك دي صعبه جدا ان انا اصلا احققها، لان اصلا ما لهمش علاقه ببعضيهم. يعني مش قادر استنتج اي علاقه ما بين الايه بين الداتا وبعضيها اللي في الانبوت ايمج او الانبوت سبيس، تمام؟ اما لو هي في ستراكشر جواها معين، في كورليشن بتوين انبوت فيتشرز مثلا او كده، تمام؟ الاستراكشر ده بيقدر فعلا اقدر اتعلمه عن طريق الايه الليتنت سبيس، او بسميه البوتل نيك. المنطقه دي البوتل نيك اللي هي عنق الزجاجه، اللي هي اصغر حته في الزجاجه، تمام؟ اللي هي اصغر تمثيل بقدر اوصل له من الداتا، تمام؟ طيب انا هنا حولت الانليبل داتا سيت. انا طبعا بما اني عندي انسوبرفايزد ليرنينج، فانا معايا انليبل داتا، عندي شويه صور، عندي شويه داتا مثلا معينه، بس معيش تيبل بتاعها. فانا هنا حولت الداتا سيت اللي انا خدتها دي، تمام؟ اكنها سوبرفايزد ليرنينج. طب ازاي؟ ان انا قلت له ان الاوتبوت هو نفس الانبوت، تمام؟ وبالتالي فاكني بقى معايا اوتبوت مطلوب. فاهمين اللي حصل هنا ايه؟ انا معايا unlabeled data، يعني الداتا اللي معايا اصلا ما لهاش ليبل، فهي unsupervised، انا مش محتاج ليبل ليها.
مش بحتاج اقول الصوره دي تبعك انهي كلاس، لا انا بديك صور وخلاص. بس انت بما ان انت بتاخد الاوتبوت هو نفس الانبوت، فانا اكني بقى عندي انبوت واوتبوت بير، ان انا عندي الانبوت والاوتبوت المقابل ليه، فاهمين؟ بس انا عندي الانبوت هو نفس الاوتبوت، وبالتالي فانا انليبل داتا سيت استخدمتها في السوبرفايز ليرنينج، تمام؟ از سوبرفايز ليرنينج، تمام؟ طيب انا عندي الانبوت وليكن اكس، والاوتبوت اللي هو عباره عن اكس برايم، تمام؟ طيب الايرور اللي عندي بقى ما بين اللي المفروض اتعلم بيه ايه، بسميه حاجه اسمها ريكونستراكشن ايرور او ريكونستراكشن لوس. يعني هتعلم ازاي، امتى اقول انا اتعلمت؟ لما اوصل ان الفرق ما بين الانبوت ايمج اللي هي اكس والريكونستراكتد ايمج اللي هي اكس برايم اقل ما يمكن، تمام؟ وانس ان انا وصلت ان الاوتبوت اللي انا عملت له ريكونستراكشن بيشبه بشكل كبير الانبوت اللي دخل عندي في الشبكه، فانا كده اتعلمت فعلا بشكل كبير الليتنت ريبريزنتيشن، تمام؟ اللي هي الكومبرست ريبريزنتيشن. هل الكونسبت بتاع الديب بتاع الاوتو انكودرز واضح ولا محتاج اعيد حاجه تاني؟ الناس عندها اي فيدباك؟ طب دكتور بعد اذنك، في الرسمه اللي فاتت كان في لاير كده من الانبوت والليتن سبيس، ايه اللاير دي بقى؟ اه ما دي مجموعه لايرز في النص، تمام؟ يعني ممكن احط، يعني مش انا قلت لكم في الكونفوليوشن اوتو انكودر ان انا بعدي الصوره دي على كونفوليوشن اوبريتور وبعدين داون سامبلنج وكونفوليوشن تاني وداون سامبلنج وكونفوليوشن تالت وداون سامبلنج لحد ما اوصل للمساحه اللي انا عايزها او الدايمنشناليتي اللي انا عايزها. فهي مجموعه لايرز في النص، ده البلوك. البلوك ده بيكون اصغر من الانبوت، انا عمال اصغر، والبلوك ده كمان عمال اصغر كمان، فاصغر اصلا من ايه؟ من البلوك ده، تمام؟ فانا عمال اقلل الدايمنشناليتي عن طريق سيكونس اوف كونفوليوشن فولود باي داون سامبلنج. طب هنا بيحصل العكس، ان انا عايز ارجعها لايه؟ للاوريجينال دايمنشناليتي، فانا عمال ان انا اعمل العمليات العكسيه دي كونفوليوشن فولود باي اب سامبلنج، عمال اكبر 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 لحد ما اوصل لايه؟ للاوريجينال دايمنشناليتي، وبعدين بقارن. طب انا اعرف ازاي انا اتعلمت؟ بقارن الخارج اللي انا طلعته بالانبوت اللي داخل لي، لو هما شبه بعض لدرجه يعني ايرور معينه انا راضي بيها يبقى كده هو اتعلم، اما لو مختلفين او ايرور ده كبير، تمام؟ وبالتالي انا لسه ما اتعلمتش وبالتالي هستمر في التعليم، تمام؟ ده بسميه اللص ده او الايرور ده بسميه ريكونستراكشن ايرور، اللي انا مطلعه ده قد ايه بيختلف عن اللي داخل، تمام؟ ماشي؟ طيب وده معناه من عندي ظهر البلوك اللي احنا كنا بنسال عليه من شويه، ان انا ينفع استخدم الديب اركتشر، يعني مجموعه لايرز فولد باي ايتش اذر، تمام؟ يعني عندي الانبوت بيعدي على لاير، ينزل تاني لاير تانيه، ينزل تالت لاير تالته، ينزل لحد اقل دايمنشنتي انا عايزه، دي بسميها البوتل نيك، وبعدين ببدا عن طريق ديكودر ارجعه تاني واحده واحده لحد ما يوصل للايه؟ للاوريجينال دايمنشناليتي، تمام؟ بس ده اللي بيحصل فين؟ يعني ينفع استخدم الديب اركتشر مع الاوتو انكودر، يعني ينفع استخدمه كلاير واحده هيدن لاير في النص دايمنشناليتي بتاعتها اقل، وارجع تاني في الاوتبوت نفس الاوريجينال دايمنشناليتي، وينفع احط سيكونس اوف لايرز زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ تمام. طيب بتفرق؟ اه بتفرق. ان انا مثلا ده مثال، دي مثلا الاوريجينال ايمج بتاعتي، دي اسمها منست داتا سيت، دي بتكون فيها الهاند ريتن ديجيتس زي الزيرو 1 2 3 4 حتى 9 بخطوط مختلفه، تمام؟ فالاوريجينال ايمج هي الزيرو ده او الواحد ده او الاثنين ده او الثلاثه او الاربعه. طب لو استخدمت سنجل هيدن لاير هيطلع الخارج بالمنظر ده. انا عندي الايمج النتورك دي الدايمنشنال بتاعتها الصور هي جري سكيل، تمام؟ فهي الايمج دي في الاوريجينال سبيس بتكون 28 في 28، تمام؟ 28 في 28 تمام. وبالتالي فالانبوت سبيس عندي 784 اللي هو 28 في 28، ده حجم الصوره الداخليه لي اللي فيها الهاند ريتن ديجيت بالمنظر ده كده، تمام؟ وبعدين انا هنا عملت دايمنشنال ريدكشن، حطيت الهيدن لاير في النص، عدد النوتس اللي فيها 30، تمام؟ او الدايمنشنالتي بتاعتها 30، تمام؟ فتخيل كده اكني ضغطت ال 784 ل 30 بس. طيب اثناء الليرنينج ايه اللي بيحصل؟ ان انا برجع تاني عن طريق الديكودر 30 دول للاوريجينال سبيس اللي هو 784، تمام؟ هتلاقي هتلاحظ هنا ايه؟ ان فعلا بعد التعليم قدر ان هو يتعلم ان هو يريبيلد
الانبوت بشكل كبير قريب من ايه الاوتبوت، يعني عندي بقى شكل كبير جدا قريب من ايه، يعني ريكونستراكتد اوتبوت قريب جدا من الانبوت ايمج. ده لو استخدمت سنجل هيدن لاير. طب لو استخدمت ديب، طبعا احنا عارفين في اول الكورس ان كل ما زود يعني بشكل يعني ما زود الهيدن لايرز يعني بقدر اتعلم مور كومبلكس فيتشرز تايم، وبالتالي فده مثال تاني استخدمت فيه ديب او يعني مالتيبل هيدن لايرز تايم، فقدرت ان انا اوصل الخارج بتاعي بقى احسن بكتير جدا من الايه لما كان عندي سنجل لاير. تمام. وبرده ستيل هما اتنين نفس الكلام، اتنين ضغطوا او عملوا كومبريشن للانبوت سبيس عندي ل 30، الاثنين نفس الكلام، بس الفكره دوت استخدم مالتيبل هيدن لايرز اما استخدم هيدن لاير واحده بس. فواضح الفرق ان هنا فعلا كان احسن بكتير من هنا. البي سي اي ده احد الالجوريثمات اللي بستخدمها في الدايمنشناليتي ريدكشن تايم، بس هو لينير يعني، اما طبعا نيورال نتورك بشكل عام هي نون لينير. تمام. فهو برضو قدر ان انا استخدمه، بس طبعا زي ما انتم شايفين ان الديب احسن بكتير من يعني ديب نيورال نتورك يعني او اوتو انكودر احسن بكتير من ايه من البي سي اي في الريكونستراكشن بتاع الصور اللي هو اتعلمها. طبعا ده الليتنت سبيس اللي هو اتعلمه هنا، وده الليتنت سبيس اللي اتعلمه لما استخدمت ديب اركتشر. تمام. هنلاحظ ان هنا بدا ان هو يميز الفيتشرز بشكل احسن من هنا، هنا تحس ان هي راندوم شويه، اما هنا قدر يطلع باترنز في الداتا. ماشي. طيب ايه الابلكيشنز بتاعت الاوتو انكودرز؟ طب هو هنا يا دكتور ليه كبر الصوره؟ ليه ما بصلهاش على طول؟ لان انا محتاج اتاكد ان انا ان الكومباكت ريبريزنتيشن او الليتنت ريبريزنتيشن دي بقدر ارجع بيها الانبوت اللي كان عندي عشان اتاكد ان هي بتحتوي على الديسكريمنت فيتشرز فعلا. يعني زي ما قلت لكم من شويه ان انا اعرف ازاي النتورك اتعلمت، او يعني انت جيت تقول لي ان الاثنين دول مثلا جبت لي اثنين ديجيتس مثلا تمام، بتقول لي دول الصوره المضغوطه او المصغره من 10 ديجيتس ثانيين، اتاكد منين ان كلامك سليم؟ ليه يعني ليه مثلا مثلا بتقول لي ان الاثنين دول هم صوره مصغره او صوره كومباكت لل10 ما تكونش مثلا ضحك عليا جايب لي مثلا ايه راندوم فاليوز؟ اعرف منين ان انا يكون عندي فانكشن اقدر احط لها الانبوت الصغير ده ارجع منها الانبوت الكبير زي ما انا السليم. فاهمين يعني امتى اقول انت ضغطت بصوره يعني امتى مثلا استخدم مثلا وين رير مثلا او اي ابلكيشن بستخدمه في ضغط الملفات او فولدرز او كده، امتى اقول الابلكيشن ده سليم؟ لما اضغط الملف يقل مساحته ولما ارجع اعمل اكستراكت تاني يرجع زي ما كان وسليم. لو عمل كده فعلا يبقى فعلا الفانكشناليتي بتاعته سليمه، اما لو ضغطوا لي ممكن مثلا يكون عندك 10 جيجا ضغطتهم ل 500 ميجا او 1 ميجا. تمام. ده ممتاز جدا يعني، تخيل من 10 جيجا ل 1 ميجا. طب حاول ترجعه تاني، لو ما رجعش يبقى الكلام ده مش حقيقي، الكلام الفانكشن بتاعته اصلا بيضحك عليا. اما لو رجع يبقى فعلا بيقوم بالفانكشن بتاعته. تمام. فهنا نفس الكلام، مين قال لي الاثنين دول هقدر استنتج منهم الاوريجينال؟ لما اقدر ارجع الاوريجينال زي ما هو بالظبط عن طريق الديكودر. تمام. فانا برجعه عشان اتاكد ان هو فعلا اتعلم بشكل سليم، وبالتالي انا الكومباكت ريبريزنتيشن دي انا ممكن اخدها اشتغل بيها، انا اتاكدت فعلا ان انا اقدر ارجعها منه، وبالتالي فهي بتحتفظ بالديسكريمنت فيتشرز بتاعتي، وبالتالي فدي اقدر اخدها كممثل عنده، بس بدل ما اشيل الحجم الكبير ده لا انا اشيل الحجم الصغير ده. تمام. ايه الابلكيشن بتاعت الاوتو انكودر؟ بيستخدم في ابلكيشنز كتيره زي الدي نويزنج. الدي نويزنج بيكون عندي صوره فيها نويز وانا بحاول اطلع منها الصوره الدي نويزد، هي نفس الصوره بنفس الدايمنشناليتي بس دي نويزد. فالكلام ده الانبوت عباره عن ايه؟ الانبوت عباره عن كلين ايمج وبحط عليها نويز. تمام. طب الاوتبوت هو الايمج بس بدون النويز، وبالتالي فهنا الشبكه بتتعلم ان هي تماب ما بين النويزي انبوت للدي نويزد انبوت. تمام. ده احد الاستخدامات ان انا بستخدمه في الايمج دي نويزنج. طب انا بعلم الشبكه ازاي؟ بجيب لها ايمج بدون نويز وبحط عليها نويز بانواع مختلفه، سلطان بيبر مثلا نويز، اي نوع من انواع النويز اللي عندي. تمام. بدخله للشبكه وبقول له الاوتبوت بتاعي اللي هنا اللي المفروض يحسب عليه الريكونستراكشن لوس هو الصوره دي بدون النويز، فهو يتعلم ايه في النص؟
هيتعلم ازاي يماب ما بين النويز انبوت والدي نويزد انبوت. واضح الابلكيشن ده؟ ده مهم جدا على فكره، يعني ممكن اعمل اصلا بيه بروجكت اصلا، ان انا ايه عملت حاجه بالدي نويز الايمجز عن طريق ايه الكونفيوشن اوتو انكودر. انا بدخل له صوره فيها نويز وبطلب وانا بعلمه بقارن بره هنا بالصوره دي بس من غير النويز، ويفضل يتعلم يتعلم يتعلم. في الاخر خالص لما ادخل له صوره فيها نويز هيطلع لي الصوره دي من غير نويز، فهو يتعلم هنا ايه الكومباكت ريبريزنتيشن اللي بيقدر يستخدمها عشان يشيل النويز من ايه من الداتا. ده احد الاستخدامات. الاستخدام الثاني ايمج كلرايزيشن، ان انا بقدر الون بيه ايمج. برضو الانبوت هو نفس الاوتبوت اللي انا عايزه، بس الفكره ان دوت مش متلون وانا عايز واحد متلون. فده ابلكيشن تاني مهم برضو جدا، ان انا ممكن استخدم الصور اللي هي الابيض واسود او الجري سكيل ان انا ارجعها لايه لالوانها تاني. طب ازاي؟ وانا برضو بعلمه بجيب داتا سيت فيها صور بحولها للجري سكيل وادخله كانبوت واخد الخارج منه اللي هو اقارنه بالصوره دي متلونه، ويفضل يتعلم 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 لحد في الاخر لما ادخله اي صوره جري سكيل يقدر يطلع لي الكالرد ايمج، فبستخدمه في الايمج كلرايزيشن. ايه تاني؟ الووتر مارك ريموفال. ايه الووتر مارك ريموفال؟ عندي ووتر مارك في ايمج عايز اشيلها، فازاي اعلم الشبكه؟ بدخل له الايمج دي بالووتر مارك، يعني بجيب ايمج واحط لها ووتر مارك وادخلها للانكودر، وبعدين بقارن الخارج بتاعه بمين؟ بالصوره دي بدون ووتر مارك. تمام؟ فكده الفكره هنا ان الانبوت هو نفس الاوتبوت، نفس يعني الدايمنشناليتي بتاعته، بس انا بتعلم كومباكت ريبريزنتيشن. فانا استخداماته كالتالي، يا اما استخدمه في الدايمنشناليتي ريدكشن ان انا بعد ما اتاكدت ان هو اتعلم وقدر يريكونستراكت بلوس ايرور قليل او بايرور قليل يعني، فانا اقدر استخدم الكومباكت ريبريزنتيشن دي ان انا اقدر ان انا استبدل يعني استبدلها يعني عن الاوريجينال دايمنشناليتي. تمام؟ يعني بدل ما كنت شايل في الصوره دي 984 انا بقيت شايل 2، وفي نفس الوقت انا ضمنت منين ان الاثنين دي بتمثل ال 784، ان انا لما عملت ريكونستراكشن باستخدام الديكودر قدر فعلا يطلع لي نفس الصوره، وبالتالي فانا عرفت الاثنين دول بيحتفظوا بالديسكريمنت فيتشرز بتاعه الايه بتاعه الانبوت، وبالتالي اقدر اشتغل بدول. الاستخدام الثاني ان انا اقدر ريبيلد انهانسد اوتبوت، هو نفس الدايمنشنات بتاعه الانبوت ونفس الصورة تقريبا، بس بيحسن فيها حاجة معينة، يا اما بيشيل منها نويز، يا اما بيلونها، يا اما بيشيل منها ووتر مارك وهكذا يعني. تمام؟ فبكل سهولة جدا اقدر اعمل ابلكيشن كامل بيقدر يعمل الدي نويزنج، بيقدر يشيل ووتر مارك، بيقدر مثلا يعمل كلاريزيشن، بيقدر يعمل فانكشنات كتيرة جدا. تمام؟ باستخدام الاوتو انكودر او دايمنشنات ريدكشن. طبعا ده الغرض الاساسي بتاعي ان بقى عندي كومباكت ريبريزنتيشن. تمام؟ احنا كده خلصنا مقدمه سريعه جدا عن الاوتو انكودر، اتكلمنا ان هو نوع من انواع النيورال نتوركس اللي الانبوت هو نفس الاوتبوت، هو انسوبرفايزد ليرنينج لان انا ما عنديش ليبل للداتا. تمام؟ بتعلم فيه كومباكت ريبريزنتيشن بسميه ليتنت سبيس، يعني في ليتنت سبيس. ماشي؟ ايه تاني؟ وخدنا ان انا بتعلم عن طريق حاجه اسمها ريبريزنتيشن ليرنينج، والايرور اللي عندي اللي بشتغل بيه او بعلم الشبكه بسميه ريكونستراكشن لوس، اللي هو مقارنه الانبوت بالاوتبوت، وافضل اتعلم لحد ما اقدر اوصل للريبريزنتيشن او كومباكت ريبريزنتيشن للانبوت ده، اقدر اطلع منها عن طريق الديكودر الاوتبوت بشكل كبير مشابه جدا للانبوت. واستخداماته احنا قلنا الدينويزنج والكلرايزيشن والكومباكت والدايمنشنتي ريدكشن. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الار ان ان. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ حد عنده أي سؤال؟ لا تمام.